اليوم يوم التصوير ويوم معجوقين فيه كثير، بعدين خلونا كلنا بغرفة اجتماعات ودخلت سيلين. هاي جايز، كيفكن؟ تمام. عم تعمل سيلين هون اليوم؟ ليش جتي؟ ايش راح يصير؟ انتوا اليوم قاعدين هون لسبب اللي هو انه حابة في حدا حابة اعرفكم عليه. جاهزين؟ اوكي. شو؟ يلا. خطر على بالي انه يكون مثلا حدا من اللجنه جاي يزورنا، لانه هيك حسينا انه في شيء هيك مهم عم يتحضر. مين الشخص ممكن يكون؟ حدا رح يساعدنا بالتصوير بالمونتاج؟ خلينا نشوف. تفضلي. شو الاخبار؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله everything is fine. رح اعرفكم على هدون الصفدي. هدون هي الهيد اوف كونتنت اند كوربريت كوميونيكيشن أو مديرة برامج بتلفزيون الآن. بدي بلش مع نور الدين وعبد الرحمن. عندي لكم سؤال. شو اللي تعلمتوه لهلا بالبرنامج؟ تجربتي بالبرنامج ما كنت متوقع إنه راح أستفاد لهالدرجة، راح أغير من أمور أنا كنت كثير خلينا نقول قافل عليها من أول فيديو لآخر فيديو سويته. يعني كومبليتلي اختلف اسلوبي، طورت بالاديتينج، بالتصوير، بالاخراج. بالنسبه لي بحس اكثر شيء انا تطورت فيه هو الكونتنت وايز. سينان، انا جيت لهون ما بعرف اي شيء، لا بالمونتاج ولا بالتصوير ولا بشيء، وهلا واصله لمرحله بعتبر حالي يعني فوق الجيده. صرت بعرف كثير بالمونتاج وحتى بالتصوير، وكثير اخذنا صفوف مهمه. نجوم بلا حدود، انتوا مشتركين فيه، انتوا هلا بس شايفين الوضع اللي هون، عم تشتغلوا كل يوم، عم تبذلوا كل جهدكم، عم تعملوا فيديوهات حلوه، بس انا حابه اخبركم انه برا السعوديه، دبي، كل البلدان التعاون الخليجي عندكم فانز وجمهور مش طبيعي. يعني انتوا صح بلبنان بهالمكان هون، بس انتوا عم تكسروا الدنيا برا. كل شخص صار فيه له متابعين مخلصين لإله، دائما عم بيتابعوكم بكل حركه، يعني صرتوا تقريبا من المشاهير على طريق الشهره. حسيت انه ربما كان كاين فخر من عند السيده هدون، لانه لو كان نشوفوا نفسنا قبل ما دخلنا البرنامج عندها شهرين والان كاين اختلاف كبير بزاف. جدا فرحنا وهيك حسينا انه اوكي احنا وي ميد ات. هلا انا جايه لهون لسبب واحد، بدي اخبركم على الجوائز اللي حتقدمها تلفزيون الان للرابح الاول والثاني والثالث. ربما بعد 9 أسابيع ونص من العمل والستريس وكلش، كان لازم تجي حاجه كيما هذه اللي تدفعنا، تزيد تعطينا البوش للقدام باش نزيدوا نمدوا اكثر، لانه ربما الواحد دائما كل ما يتعب يسحق حاجه اللي تزيد تحفزه. الرابح بالمرتبه الثالثه حتكون جائزته $5,000. انبسطت طبعا، لانه كنا مفكرين انه ممكن المركز الثالث ما ياخذ شيء او ما يطلع له شيء. الرابح بالمرتبه الثانيه $10,000. اما الرابح بالمرتبه الاولى، مين بده يكون بالمرتبه الاولى؟ حيكون $15,000. جدا جدا تحمست لما سمعت الجوائز، من الجائزه الثالثه للاولى، واكيد عيننا كلنا على المرتبه الاولى. اللي بيحط قدامه هدف هو بيحط مجهود وبيبذل كل الجهد اللي بده اياه، اكيد بيصلوا. اذا في عدل فانا بكون من هالثلاثه، واذا ما في عدل فما بوصل. طيب ارفع لكم اياها اكثر. يلا. لسه في جائزه كمان مش حنحكي عليها هلا. كل اللي فيني اقوله انه هاي الجائزه حتساعدكم على الاسترخاء. هي كانه قالتها بس هيك بشكل لا مباشر ملغومه، يعني هي اكيد سفره. ان
شاء الله بشوف فيديوهات حلوة وجديدة وإن شاء الله بشوف تطوركم أكثر وأكثر، لأنه عن جد جدا أنا فخورة بكل واحد فيكم. Good luck إن شاء الله. Thank you very much. انبسطت كثير أنا تعرفت على السيدة هدون، لأنه هي وراء البرامج على قناة الآن، وعطول هيك كان عبالي أعرف مين الأشخاص اللي حضروا البرامج وبالتحديد نجوم بلا حضور. قعدت مع سيلين وسيلين وافقت على الفكرة، فهلأ صار وقت التصوير. نحن اليوم موجودين بسوينجز، المكان رائع جداً، الطبيعة رائعة. بدي صور الفيديو وين تبعوني، فالحمد لله قدرت لاقي مكان يجمع الفيديو الأول والفيديو الثاني، لأنه كنت تبهدلت كتير إذا بدي صور بمكانين. بالفيديو الأول حبيت ركز على وضعية الجسم وقت الرمي، لأنه هي أهم شيء بالرماية، هي وضعية الجسم، وضعية الكوع، السحبة، وين الرسخ بيوقف، فكل هاي أشياء مهمة حبيت بيّنها بالتصوير. نور إبراهيم عم تصورني، بس أنا عم بسحب السهم وفلت مني وهي قدامي، نصير نعمل الفلوج الثاني بالمستشفى. إن شاء الله الفيديو يطلع حلو، التصوير الأول، لأنه اللقطات اللي أخذناهم لقطات حلوة، فعلي هلأ إني منتجه بطريقة سلسة، بالطريقة اللي أنا بدي إياها، بالطريقة اللي تبين اللغة العربية. الصراحة ما بعرف إذا ممكن الفلوجين اللي أنا هعملهم يطلعوني للمركز الأول، بس أنا متأكد إني أنا رح أعطي 100% لهالمشروع، وإذا ما طلعت المركز الأول فهذا دليل إنه غيري استحق المركز الأول، مو لأنه أنا ما استحقيت المركز الأول. بعد ما قعدت مع سيلين طرحت عليها فكرتي بالنسبة لموضوع التحدي الأول، جيت على مسرح لأصور فكرتي ومعي سمر عم بتساعدني بالتصوير. أنا هون اليوم وسمر معي والكل عم بيشوف شغلي، وهي لايكني قدامكم وأنتوا عم تشوفوا شغلي وكيف أنا بقدر أعمل شيء لحالي، واتهاماتكم كلها منا مزبوطة. لجنة الحكم اعتبروا انه انا طلعت شوي عن فئتي او ركزت على الفيديو والتمثيل اكثر من انه انا اهتم بالكتابه، ولكن بهالفيديو انا عم ورجيهم العكس، بانه عم ركز على محتوى القصيده والفيديو رح يكون بسيط، مش فئه تمثيل ولا فئه شيء، كل شيء خاصه بالكتابه. كنت متوقع أخذ المشاهد بسهولة والإضاءة تخدمني، بس كان في مشاكل كتير بالإضاءة، تعذبت كتير. هلا هي مهمة صعبة، لأنه في مشكلة الإضاءة، يعني عم بيكون شوي معتم أوقات، شوي عم بيكون في ضوء مش بمحله، فهي إنه شيء صعب لإلها، بس انا عم حاول قد ما فيي انه في ده واقدر صورها بطريقه حلوه. هلا خلصت التحدي الاول وبقي انا عندي تصوير الفيديو الثاني والمونتاج. مرحبا، كيفنا اليوم؟ تمام الله. اليوم جيسيكا خديدة لايف كوتش، مش أول مرة بتجي لعنا، بس كتير محمسين لنعرف شو رح تخبرنا وشو رح يكون اليوم الكونتنت تبع الكورس. اليوم رح نحكي عن كيف نصير أحسن أشخاص بالمجتمع. احنا دائما ننبسط من تجي ونفرح بشوفتها، لان دائما نكون عندها هيك مواضيع مهمه، فدائما اكون متحمس على صفها. اول شيء، اذا كان اليوم اخر نهار من حياتكم، بدي كل واحد منكم يقول لي كلمه او كلمتين، شو الامور كنتوا حبيتوا تشتغلوا عليها؟ التمارين اللي تعطيهم لجيسيكا انا نحبهم بزاف، جايين اون ميم طون مسليين وحاجه مليحه لانه نكتشفوا ونتعرفوا على نفسنا اكثر. لو كان اليوم اخر يوم في حياتي،
كنت ما نجاملش بزاف الناس، نكون صادقة، وربما كنت نكون more religious. عبد، لو كان آخر يوم بحياتي، الشغلتين اللي فيني بدلون هي عصبيتي وغيرتي. كنت نشرت كل الكتابات والروايات اللي هي والأرشيف. كنت قللت القلق، يعني أنا أقلق كثير وأعصب على شغلات سخيفة يعني. حبيت كثير التمارين اللي عملناها لأنه بتخلي الواحد يكتشف نفسه أكثر. هلا اللي عملنا الاكسرسايز هذا بيمثل شيء بنسميه نحن بالموديلينج ويل اوف لايف، اوكي؟ هيدي بترمز لحياتكم، كل وحده بتمثل شيء بحياتكم، العائله، الاصحاب، الكارير، المهنه، التطور الذات. بدي تشوفوا قدامكم هالرسمه بتاعته من رقم 1 للعشرة، كل شغله قدام مهمه بحياتك. 10 يعني كثير مهمه بحياتكم لازم تحسنوها، 1 يعني مش مهم كثير بحياتكم ما مقصره فيكم. وبترجعوا بتجمعون على شكل رسمه دائري، بده يطلع الدائري هي انتم. قد انا عامله اختبارات لتحليل الشخصيه، بس انبسطت اليوم انه في اختبار جديد ما كنت عاملته. هذا الاكسرسايز رح يساعدكم تشوفوا شو اولوياتكم بالحياه وترجعوا تراجعوا نفسكم. دائما يعجبني انه بالصفوف، خصوصا بصف جيسيكا، انه احنا نسجل بالورقه والقلم مشاعرنا او احنا على شنو نتطلع للمستقبل. في امور احنا صح نعرفها بس لما نشوفها قدامنا نكتشف اشياء جديده ونقدر نخطط للمستقبل بشكل افضل. رح علمكم شوي افكار اليوم، انتم بعدين بتشوفوا شو فيكم تاخذوا الاحسن من هالافكار حسب وقتكم، بس انا بدي اعلمكم كيف هاو تو ابجريد يور لايف، هالسوفت وير براسنا كيف نجدده. في كثير افكار، من الافكار اللي فينا نحكي فيها اول شيء الاحلام. ما نقتل أحلامنا، هي من أول الأساليب لتطوير الذات للأحسن. كله أحسن، تغذوا أحسن، يعني هون سقفوا حالكم مثل ما سمر بتعمل فيديوز كتير على الويلنس، على التغذية. جربوا تنفسوا، ما عم نعرف نتنفس من بطنا، من هون، من جوا منضلنا عايشين بستريس. سو أهم شيء ديب بريفينج. قبل ممكن تعمل المديتيشن تقريبا كل شيء يومين، فانه هيدا التنفس كثير بيساعد، يعني تضل هيك ريلاكست ومبسوطه وهيك. بس انا وقت وقفت كنت عم لاحظ الفرق، يعني انه بيقطع نهارك تعبانه بنصه. صح، بتاخد اوقات بالستريس وبضغط الشغل هون وبنسى فكر هيك بالاولويات، فهي عم تخلينا نعرف شو هن اولوياتنا وكيف هيك نتصرف بطريقه بتليق فينا وبتخلينا اكيد نتقدم خطوات لقدام. Think positive، بنضلنا نعيش الحاضر، كل المشاكل بس منجرب قد ما فينا، كل المشاكل بتصير حوالينا ان بتخصنا او بتخص الناس حوالينا، نجرب نحط حالنا محل الاخر ونجرب نحن نعمل كل الوسائل نساعد ايد جنرس، يعني نساعد الاخر كيف نحسن له حياته. سبيك سوفت، جربوا الحوار يكون مش بس ايجابي، له معنى، مش بس انه عم نعطي فكره ونمشي، لا، هيدي الفكره عم بتاثر بالاخر، عم بتاثر فيه، عم بنبسط بهاللحظه وهاللحظه عم تاخذني على شيء موتيفيشن، حافز داخلي وحافز خارجي لحقق امور بالحياه. جيسيكا، ودائما تعطينا اشياء مفيده ودائما تحمسنا انه نطور من نفسنا، دائما نطلع للامام. في نكته هيك بحب اختمها معكم، مش مهم تكون طويل ولا قصير ولا جميل ولا مكياج مزبط حالك، المهم شو في بداخلك، مثل قصه هالبراد. انا بدي افتح البراد ما فرقني معه شكله حجمه، بهمني شو فيه وهيدي الاكله يوصل على بطني يكون مبسوطه وعم بعيش اللحظه انا عم باكل. فاهم شيء، شوفوا اهم شيء نحن داخلنا ونعيش اللحظه. هاي نصيحتي لكم. انا مره متحمس على التحدي هذا لانه يتكلم عن الخط العربي او انه عن الحرف العربي. جيت اليوم على نور الدين وقررنا على الرسمه وكيف بتكون التصوير. حاولت اجمل الرسمه بالالوان وكيف الخط العربي هو جميل، فبالفيديو هذا ان شاء الله انكم بتشوفون كيف الخط العربي هو جميل. اتفقت مع نور الدين انه يساعدني لانه الرسمه هذه تحتاج تصوير من بعيد، تصوير الكاميرا اللي على راسي كلها بيكون يعني محدود الرسم، فحاولت استعين في نور الدين وساعدته في تصويره وساعدني برضه. اليوم اجيت مع راشد عشان اساعده بالتصوير بالفيديو الاول واستمتعنا بوقتنا، بس اكيد تعبنا. قبل ما نأتي على التصوير أنا وراشد اتفقنا على اللقطات تكون هيك أرتستيك ومن زوايا معينة، وإن شاء الله يطلع حلو مثل ما هو يريده.
أنا مرة مبسوط من النتيجة، وإن شاء الله يوم الجمعة شوفونا بيكون فيديو يكسر الدنيا. مبسوط عم برجع اشوفكم من جديد، عددكم اقل يعني والمنافسه صارت اكبر، وبس المهم انه انتم بعدكم هون، يعني انتم عندكم شيء تعطوه، صرنا نفكر فيه بطريقه ايجابيه. الصف تعميلات حكيتي هو عندنا كل اسبوع مفيد بزاف، كل مره يجيب لنا موضوع جديد وموضوع بزاف مهم لينا، يساعدنا على صعيد شخصي في بناء البراند تاعنا. واليوم راني بزاف محمسه باش نعرفوا شنو هو الموضوع تاع اليوم. اليوم الجلسه معكم راح تكون لنجاوب على سؤال واحد، وهذا السؤال قديه بتعرفوا تجاوبوا عليه، قديه بتكونوا عم تضمنوا انكم مش بس تبقوا بالمسابقه، انه تنجحوا بالشيء اللي عم تعملوه. سر من اسرار النجاح بصناعه الماركه الشخصيه او العلامه الشخصيه او هالتميز الشخصي هو انه نشبه نحن الشيء اللي بنعمله. لانه اليوم للاسف على السوشيال ميديا في ناس بتتمظهر، بتتمظهر يعني بتعمل شو اوف، يعني هي بتطلع بتقول انه الحياه حلوه، وبس يخلص الدقيقه يلي عم بيصوروا فيه بيكونوا حاسين انه الحياة كتير بشعة. شو الصفات يلي برأيك يلي حيشاهد الشيء اللي عم تعمليه على السوشيال ميديا حيقول انا حسيت هالإحساس؟ إيجابية كل الوقت، مريحة، نعرف exactly هدفي في الحياة، نحب نسافر بزاف. خليني بس وضح معك شغلة، لأنك قلتي أول شيء إيجابية، شو بتقصدي بإيجابية؟ إيجابية يعني أني نشوف دايماً الجانب الإيجابي من كل الأشياء، يعني إذا صار لي موقف سيء من... جريت، رح أقلك وين الفخ اللي ممكن توقع فيه. الفخ اللي بتوقع فيه لأنه اليوم في عنا شيء اسمه fake positivity on social media، حياة حلوة واو روعة، this is fake positivity. الناس الإيجابيين بالحياة عندهم مشكل إنه بيحاولوا على السوشيال ميديا ما يبينوا إنهم شو؟ زعلانين، خيفانين، قلقانين، وهذا شيء فيك. الإيجابية هي إن أنا أطلع كمان أقول للناس إنه أنا اليوم خيفان وتعبان وقلقان، it's part of me of being a human being، إنه it's okay not to be okay. وعطانا رأيه وأنا أكيد متفق معه إنه لازم واحد مرة على مرة يبين المشاعر اللي يكون عايشها في اللحظة. في اللحظة معناها إلا كنت حزين تشارك مع الجمهور تاعك، إلا كنت فرحان نفس الشيء، وهذه حاجة مهمة باش الواحد يتقرب من الجمهور تاعه. بس ليش لنشارك المشاعر السلبية مع الأشخاص؟ سؤال كتير حلو. ما بتشاركي مشاعرك السلبية لأنه معتبرتيها غلط، معتبرتيها انه شيء ما منيح. يعني انا عايشه، ليش لخلي حدا تاني كمان يعيشه وامقته معي؟ انه هاي المشاعر السلبيه بتكفي تكون جواتي وبخلص منها انا لحالي. جريت، بس بتعرفي انت شو بتكوني عم تعملي هون؟ كمان بتكوني كمان بنفس الوقت هيدا الشخص عم بتقولي له اتس اوكي نوت تو بي اوكي، عم بتقولي له انه انت كمان فيك تحزن. ليك انا مش انا ثلاث ارباع الوقت مثل ما عم بتقولي بشوف النص المليانه من الكبايه، معلش اذا انا بشوف مرات النص الفاضي وبتعاد اتناقش انا وانت. قصيدي لجلال الدين الرومي بيحكي فيها عن الزوار اللي بيزورونك اليوم، بيقول انه المشاعر مثل الزوار، بيوقف على بابك شخص، فيكون الحزن، فيكون الفرح، فيكون الغضب، فيكون القلق، كل هالمشاعر شو عملي فيهم؟ استقبليهم، انه اهلا وسهلا، تفضلوا، استقبليهم واعتني فيهم ووديهم. عم تحكي بنقطة كتير مهمة، لأنه نكران الشعور كتير بيعمل تراكمات سلبية لقدام، فإنه نحن نقبل الشعور هذا يعني كتير شيء عظيم. شو ما كانت اللحظة نحن نجعلها حليفتنا وصديقتنا شو ما كانت. شفت عم تحكي حلو هلا صرتي. سو هيدا الشيء يلي انا بدي ابين على السوشيال ميديا. انا كثير بستمتع بالحديث بهالنقطه بالذات، طبعا انه نعيش اللحظه، نقبل المشاعر شو ما كانت، ما نرفض الواقع ولا يصير نكران للشعور، لانه بصير لبعدين في تراكمات زمنيه وبصير في رده فعل. هلا انا كله عندي على الانستغرام فور اكزامبل، كله عندي رواق ويوغا وريلاكسيشن واكل صحي والوان حلوه، فانه انا مثلا اجي احط شيء انه نيجاتيف او انا ما بعرف نيجاتيف. هلا ليش فهمتي انه لازم نحط شيء نيجاتيف؟ مش نيجاتيف، انه انا مثلا انا اليوم انه فينا نحط مثلا انا اليوم ماني مبسوطه او انا اليوم معصبه، فراح اروح مثلا on a relaxation. Yes. Yeah. This is positive. Yeah. This is positive. دايما بيهمني من الشيء اللي عم حطه النتيجة. يعني إذا بلشت بالخوف بس كانت نتيجته إيجابية بيكون الخوف هو إيجابي. يعني أنا اليوم خليني أقول لكم شيء، إذا أنا اليوم غضبان على قضية محقة، هل غضبي بيكون سلبي؟
ميلاد شخصيته كتير بتلفتني لأنه بيعرف كيف يعني يوصلنا الرسالة بطريقة حلوة من خلال كيف الطريقة اللي بيحكي فيها ولغة الجسد. الشغلة الوحيدة اللي بدي اياكم تاخدوها من هالسيشن هي إنه كل ما بنقدر نكون حقيقيين أكتر كل ما الناس بتصدقنا أكتر، ولنقدر نكون حقيقيين أكتر ما فينا هيدا الغليان اللي من جوا نتجاهله، بدنا نحبه. هيدا الشيء رح يبين حقيقيتي أكتر، وهيدا الشيء رح يظهر على السوشيال ميديا أكتر. Alright. الصف كان كتير كتير حلو، أنا كتير حبيت وما تمنيت الوقت يخلص، واللي بتمنى إنه دائما نشوف ميلاد حتشيتي. Gene.